نطلع نشوف حسين الشحات قال ايه مع زميلنا فاروق صلاح عقب مراسم تسليم درع الدوري العام. اتفضل يا فاروق. من جديد بجدد التحيه بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. هي جيش حسين الشحات. حسين هو بيوقع عقده مع النادي الاهلي كان حريص ان هو يدينا رساله. دور الام والده حسين الشحات، ابرحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. حسين بيوصل رساله، دور الام، واحنا كلنا عارفين الدور الكبير اللي عملتيه وعشت ظروف كتير جدا مع حسين، لكن الفرحه مهمه النهارده، وجود درع الدوري اعتقد مهم جدا. الحمد لله الحمد لله، الف مبروك للنادي الاهلي وللناس كلها يا رب وكل اللي بيحب النادي الاهلي. قولي لي لحظه توقيع حسين للعقد الجديد، كان حريص انك تكوني موجوده، اعتزازنا بدور الام واحنا يعني عارفين دور حضرتك مع حسين الشحات ومحمد واعتقد الاسره كلها. لا هو عمل لي احترام وقع عشان خاطري وخاطر النادي الاهلي عشان بيحب الاهلي وساب فلوس كتير والدنيا كلها قبل كده عشان الاهلي واحنا كلنا بنحب النادي الاهلي. حسين في البيت بقى اجواء حسين في البيت عامله ازاي؟ حسين هادي، كلنا بنشوف حسين هادي جدا، اجواءه في البيت عامله ازاي؟ هادي هادي على طول، ما بينفعلش ولا حاجه. بس حب الاكلات بقى اللي بيطلبها دايما من ايد حضرتك؟ لا بيحب كل حاجه، بس اي حاجه امه تعملها بياكل ومراته. محمد طيب، اخبار محمد؟ محمد اخباره ايه؟ محمد رجيم ده. محمد دايما بقول ان حسين حب يوصل رساله مهمه جدا، اعتزازنا بدور الام وكان حريص ان والدته تكون موجوده في توقيعه لعقده وتجديده مع النادي الاهلي، اعتقد رساله بدور الام مع حسين الشحات. بص هي تعبت معانا وربيتنا وشهدت علينا، كان لازم تاخد حقها، ودي كانت اكبر مكافاه لازم كانت تاخدها، وقت التجديد بتاع حسين يعني الحمد لله. هي كانت تستاهل دوت. عايزين تقولوا لها ايه النهارده وتقولوا كل والله العظيم حسين ما كانش يعرف ولا حد يعرف، انا اللي عملت المفاجاه دي كلها. حدش يعرف حاجه، انا اللي جبتها من وراهم كلهم. كانت راحه ما تعرفش حسين نفسه ما يعرفش اصلا، خدتها كده على طول غفلتها يلا يلا على جوه على طول. في ايه؟ قلت لها بعدين بقول لك. انا بقول لك ربنا يبارك لك في محمد وفي حسين، واعتقد الفرحه في وسط جماهير النادي الاهلي كتير جدا يا محمد مهمه جدا. اه طبعا. بص هو ما كانش ينفع حسين يمشي من النادي الاهلي في الاول وفي الاخر، فاهم؟ انا عملت كل حاجه عشان اجي النادي، اللي فاشل في النادي الاهلي، حتى انا كنت اتكلمت معاهم قلت لهم مش هنسيب النادي الاهلي، النادي يقول لنا امشي. بس طبعا هنسيب النادي الاهلي دي صعبه شويه، مش هتلاقي منها تاني خلاص. اعتقد كلام مهم جدا، حسين ما كانش ينفع يسيب النادي الاهلي، كلام مهم. هو ده الروح اللي بنقول عليها، هو ده الكنز الكبير جدا جوه النادي الاهلي، اعتزازنا بالنادي الاهلي واعتزازنا بابناء النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.